اضطرينا انه نبيع خواتمنا والدبلة حقت الزواج عشان نقدر هنا نوصل لحتة آمنة. هاي الملابس ويعني الممتلك معظم ممتلكاتنا فاتت في الحنايات دي، وخلينا حاجات يعني هناك قاعدة على الله حط اللحظة يعني. والله يا اخي تأثير كبير جدا جدا، بس الحاجة يعني بيقولوا رب ضارة النافعة، يعني كل الحرب دي حصلت الناس طبعا فقدت أموال فقدت هناي، فأي زول فضل له حاجة بسيطة من أمواله هناي بدأ يكتنز الذهب لأنه خف حملا وخف شيرا. وزي ما أنت شايف الناس دي كلها، أنا أقول لك يمكن 60% من الموجودين دين من الخرطوم، يعني كمان الجملة الخرطوم الناس جات بذهبها باعوا مثلا زي البترينه دي لامامك دي كلها ذهب عندنا مستعمل، يعني للي عايز يدخر امواله وكده بين الدوم من الذهب المستعمل ده، يعني فرقه من سعر البيع 1000 جنيه. تجيب لك افتحت الايه بتنمو يا بدر.